دقيق مش سهل. الأسئلة مش مباشرة إجابت، يعني ما كانتش مباشرة كتير. اليوم كان لنا امتحان إنجليش، الحمد لله كان حلو، يعني مش سهل ومش صعب، يعني بس اللي دارس بحل، وما فيش كتير أشياء خارجية، كلها من الكتاب. أصعب إشي كان الأسئلة موجودة على القطعة الأولى، إنه ما كانش كتير مباشرة، والباقي كان يعني كله سهل بسيط. الفوكابيولاري كان كتير سهلة، القواعد كمان، وبس يعني حتى التعبير كان متوقع، اللي اجا اللي متوقعينه اجا. لا كان سهل نوعا ما، للدارس سهل، للي مش دارس من يعني بده شويه، بس راعوا الفروقات الفرديه كلها وجابوا اسئله مباشره من الكتاب. انا خلصت يعني باول وقت، بس ضليت قاعده عشان اراجع. القطعه بتاعت الدارس كان فيها اسئله صعبه، بس القطعه الخارجيه كان خلصت 5 دقائق، سهلة جدا صراحة، مراعين مش زي امتحان الفيزياء. صح انه كان طويل، بس الوقت كافي جدا جدا جدا. طبعا الامتحان الحمد لله كان سهل ممتنع، في اسئلة فيها لف ودوران وبده وقت صراحة، لانه يدوب خلصنا على الوقت وما لحقناش الراجع، يعني ساعتين وخمسة واربعين دقيقة ما كانش كافي انه نحل ونكتب تعبير بالانجليش. فما بالك يعني احنا بالعربي وما خلص الوقت معنا، فما بالك بالانجليش لما بدك تتذكر معنا كلمه وترتب المعلومات. قدمت امتحان انجليزي، الحمد لله كان يعني بسيط واضح، الحمد لله يعني، ان شاء الله الباقي يكون نفس النظام. إيه لا منيح، يعني في شويه اسئله بدها في عادي، يعني زي تقريبا زي الكتاب يعني.